السلام عليكم. قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، هناك قناة لإنسان يتابعني منذ مدة وطلب مني دعم قناته، يعني قناة تجدون فيها المجانيات، بإمكانكم الحصول على منتجات من دون دفع ولا سنت ولا دينار ولا يورو ولا دولار. ما عليكم إلا بمشاهدة قناته، تجدون رابطها في الديسكريبشن بوكس. ادعموه واشتركوا عنده، ديروا له لايكات واشتركوا حتى في الانستغرام إلى آخره، وشكرا. يلا نشاهد الفيديو اليوم. MAES mon ami. Yo, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui c'est le jour J, اليوم يوم مباراة النهائية. اليوم الرجاء سيلعب ضد فيتا كلوب، نهائي الآلي يعني الذهاب في كازابلانكا في المغرب. اليوم يعني الكثير من الفانز والكثير من متتبعي نادي الرجاء من المغرب، من الجزائر، من المهجر، يعني يرسلوا لي رسائل يعني هايلة، واللي يقول لي إذا جيت لكازا، واللي يقول لي مرحبا بك إلى آخره. ولكن في الواقع ما قدرش نجي للنهائي لأنه عندي شغالات يعني الدراسة إلى آخره، ولكن ممكن الموسم القادم، ممكن سنة 2019 راح تشهد أول زيارة لي في المغرب، وممكن احتمال كبير يعني الاحتمال راه بنسبة حاليا اليوم راه بنسبة 85% أني نزور المغرب في سنة 2019. لذلك يعني بقوا معايا، stay tuned، وإن شاء الله راح يكون فيها خير، وإن شاء الله راح نحقق هذه الأمنية، وإن شاء الله راح نجي ونشوفكم كلكم بإذن الله. أول شيء، من جاء جديدا إلى القناة مرحبا بكم في قناتي، من الجزائر معكم محمد زندين المعروف بزينو ماشدي من الجزائر، فلاغ اوف الجيريا علم الجزائر. اليوم سوف نشاهد المباراة النهائية للرجاء ضد فيتا كلوب، كلوب بليتا مشي كلوب. مرحبا بكل الجنسيات، ما عليكم الا بالاشتراك، اشتراك في الانستغرام في قناتي الثانية، يعني ارسلوا لي رسائل في الانستغرام، يعني تابونا وتابونا حتى فلاش انتهى وصلوا المقطع 200 الف لايك. يلا نشاهد مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب. 1 2 3، يلا. هاي كرة رجوية، ليك 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 بو، يعني ما خلونيش نسكت، يعني دقيقة 6 فرصة سانحة للتسجيل للرجاء. هيل هيل هيل، ليك توزيع ممتازة، ولو كانت وشاها براس ولا كانت داخل الشباك، يعني لو ضربها بقو هذه فرصة قبل الفرصة هذه. ليك الكرات في العمق، اي 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 اي، من الدقائق الأولى يعني تشوف الرجاء يضغط. هاي دقيقة 11 كرة أخرى للرجاء، وحذ اوه. اه يا رجاء، اليوم لبست الاخضر والابيض، يعني حتى وان لم يكن قميص الرجاء يعني فقط لتشجيعك اليوم. واو، يعني الناس اللي بغات ترسل لي قميص الرجاء العنوان موجود في الاسفل، يعني عن طريق لابوستا. هي كرة والدفاع الرجاوي يغطي كما يجب لحارس المرمى والاباد بر الامان، يعني تشوف قوة وحنكة وإرادة وحرارة كبيرة من اللاعبين في بداية المباراة. العديد من الفرص للرجاء، هذا وإن دلف أنه يدل على الرغبة، وخاصة بما أنه الجماهير كلها يعني ملأ أرضية الميدان. ممتاز ممتاز ممتاز، الضغط وحارس المرمى، تضييع الوقت يعني بسيناريوهات الإفريقية، وليك اللاعب الرجاوي يعني كرة ممتازة، تود حذاري تعود للرجاء، ممتازة الانطلاقة إلى المرمى الأول والثاني. بابا 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 بابا، اي اي اي، نزيدوا المعلق نوعا ما، نزيدوا المعلق نوعا ما باش نشوف واش راه يحكي. راه زيد الماكسيموم، كره بينيه ممتازه، هيلو ماذا يقول الحكم؟ ركله حره، ركله حره للنادي الرجاء، وراح تكون خطيره صدقوني. بطاقه ماذا؟ ما فيش بطاقه ضد نادي فيتا كلوب، وهذا الحكم يعني سينيغالي. ليك المراوغة والانطلاق وسقوط اللاعب الرجاوي المدافع، خطأ يعني هناك دفع من الخلف، وهذا ماشي كودي بول. ليك الانطلاق، هذه اللقطة السابقة، وليك التمريرة كانت ضعيفة نوعا ما، لو كانت قوية لكان الهدف، يعني الرجاء لو سجل في البداية والله العلي العظيم كنتوا راح تشوفوا ريمونتادا خيالية. يعني الرجاء يضغط منذ البداية، كرة كانت بعيدة نوعا ما عن المرمى الحارس، لكن معليش معليش. تعود كرة بينية ممتازة في الناحية اليسرى، لك السرعة في الأداء من طرف الرجاوية، بسم الله ما شاء الله. ولكن المدافعين الإفريقيين يعني فيتا كلوب يعني عنده دفاع وحنكة دفاعية كبيرة، وحتى المورفولوجية تاع اللاعبين تساعدوا في الكرة الثابتة. هاي التوزيع من الناحية اليسرى، هيلو هاي 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 هاي
يا والفن ليك الرأسية خلفية ولكنها مرة جانبية، تعود كرة للرجاء والتمرير ممكن، الدفاع يدخل، غلقوا المنافذ، غلقوا، وتكتل دفاعي كبير من طرف. هذا هو السيناريو الإفريقي يعني متوقع، ولكن الرجوية بدون ملل وبدون كلل، محاولة ومحاولة ومحاولة حتى يسجلوا الهدف إن شاء الله، والحارس في محاولة لابتزاز المهاجم. بشيري على حسب ما اعتقد اللاعب رقم 21، هاي المراوغة في وسط الميدان والتسديد من بعيد، ولكنها مرت جانبية بعيد الكرة، ومحاولة من رفع الهزيجة الجماهيرية من طرف اللاعب بليما افريقي، ويحس بالحنكة ليك بوم، تسديدة كانت قوية ولكن ما كانتش مركزة، يعني يطلب من الجماهير يعني رفع نتمة التشجيع، لأنه في مباراة نهائية ما تعرفش قيمة التعب، ما تعرفش يعني ما تعرفش واش تحس، يعني تبدأ بحاجة فقط إلى تشجيع خيالي، لأنها نهائي ما فيهش ضحك، ما فيهش لعب، ما فيهش يعني كل الكرات يعني تكون مهمة، ملحمة يعني ملحمة، والناس اللي تلعب للتورنوا دابي تشوف كرة قدم يعني تفهم كلامي، فهمتني 100%، أنا أعلم. كرة ركنية، والصورة يعني نوعا ما تصبح غير واضحة بسبب حقوق النشر. كرة تدخل الدفاع اللي بعد، هجمة مرتدة الآن سريعة خطيرة، انطلاقة 2 ضد 2، هي الانطلاقة والتمرير، بعيدة نوعا ما، زكريا قصدها بعيدة يا زكريا. تحية للاعبين الرجاء وروح رياضية عالية من طرف اللاعبين الرجويين، هذا اللاعب الممتاز اللي قام بلقطة جميلة مع اللاعب لاعب نادي فيتا كلوب. باي الكرة والبينية، خطأ 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 لصالح نادي الرجاء. يعني أنا نسأل إذا ما كان لاعبين الرجاء يشاهدوا ردة فعلي على مبارياتهم ولا لا، يعني إذا كانت عندكم معلومات علقوا لي في الأسفل. أعتقد بأنهم يشاهدوا مباريات، لأنه فيديوهاتي على الرجاء يعني يروحوا في كل مرة فايرال في المغرب، يعني شوفهم مجموعة كبيرة من الناس. هاي الكرة وبينية ممتازة، ولكن الدفاع يعني استعمل يده، ويعني استعمال اليد في هذه المنطقة هو أمر محرم، تسديدة ترتطم بالحائط البشري. الرجاء يضغط من كل الجهات، كرات ثابتة، كرات عرضية، هجمات مرتدة، هاي التوزيع رايع، باراد رايع من حارس المرمى، باراد رايع من حارس المرمى، كرة خطيرة، وضع تسلل من حسن حظك، من حسن حظك تسلل يا رجوية. ما الذي يحدث في الدفاع؟ ما الذي يحدث؟ يعني تشوف هدوء نوعا ما من طرف المشجعين، لابد لكم من رفع الريتم في التشجيع في هذه اللحظات، لأن اللاعبين بحاجة إلى هذا الشيء. والكرة تمر جانبية مرة أخرى، الرجاء في الشوط الأول راه مضيع 100 فرصة، نعم 100 فرصة كان بإمكانه أن يفوز في الشوط الأول ب 101 مقابل 0، لأنه كل كراته مرة جانبية، والتسديدة مرة أخرى وترتطم في الدفاع، وشاهدناش وين رتطمت، ويعني اعتراض من طرف مدرب الرجاء. واش هي جنسية مدرب الرجاء يا ناس؟ من أي بلد مدرب الرجاء كرة مرت بيضة؟ قولوا لي في التعليقات من أي جنسية مدرب الرجاء، ليك التسديدة وارتطمت بيده بيده سيد الحكم، ضربة جزاء وإنذار يا سيد الحكم، ممسي كانت انفولونتير ولكن كانت في اتجاه المرمى يا سيد الحكم. الكرة تود على طريقة رابح مجر، زكريا ممتازة، توزيع، لا 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 لا، حارس المرمى يعني كسب ثقة كبيرة. هاي كرة خطيرة، الطالو خطيرة خطيرة، لا 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 لا، جول 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 جول، رجاوي بشيري طريقة يعني خيالية، ليك التمريرة، عودنا الهدف يا مخرج، عودنا الهدف، ليك التمريرة، 1-2-2 بالعقب، والثالثة كنترول وتمويه والتسديد باليسرى داخل شباك نادي فيتا كلوب، هدف أول لصالح نادي الرجاء في نهائي تاريخي، وب اي طريقة بوم، يعني قام بتمويه اسقط ثلاثة لاعبين، تمويه واحد اسقط ثلاثة لاعبين، تخيلوا معي لو قام بتمويهين لسقط كل الفريق، وزيد له الطاقم الفني والطاقم الطبي وكل شعب فيتا كلوب. ممتاز بشير، هدف يعني ايقظ الجماهير، تحس بانه الجماهير كانوا بحاجة لهذا الهدف ليرجع لهم الروح ويعني فطنهم، وانا متأكد بانه هذا الهدف يعني قام باسحاق كل المغرب. ممتاز الرجاء، هدف لصفر لصالح الرجاء،
ليك الكرة ممتازة والتمريرة الثانية أحسن من التمريرة الأولى. بالعقب ممتازة، كرة بخارج القدم، كرة أخرى بالعقب بداخل القدم، والتمويه باليمنى والتسجيل باليسرى. هذا يسموه السهل الممتنع يا حبيبي. إذا ما كنتش تعرف كرة القدم، تعلم تعاليم كرة القدم عند الرجاء. تعود الكرة بوم كما جات. لا 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 لا، ما خلونيش نرتاح، ما خلونيش نرتاح لاعبين الرجاء، والله ما خلونيش نرتاح. بشيري نفس اللاعب من يسموه بشيري، من رحيمي بلطو وليس بشيري. رحيمي 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 رحيمي، اسمحني يا رحيمي، سامحني يا رحيمي، سامحني، نتصل بيك يا رحيمي ونطلب منك سمح يا رحيمي. يعني الرجاء قام بقتل المباراة الآن، هدفين في وقت قصير ومن نفس اللاعب، وليك سجدات الشكر وسجدات الحمد لله عز وجل على هذا الانتصار، انتصار تاريخي، انتصار سيحسب ل يعني للاعبين الرجاء لهذه الآونة. ليك التمريرة، الكنترول والتسديد، يعني ما يقنطهاش اللاعب رحيمي، ما يقنطهاش، بسم الله ما شاء الله عليك. ومعلومات يعني تخبرني بأنه رحيمي خريج مدرسة الرجاء. تسديد مرحموش، رحيمي قطع له الشبكة في قباله. اوه يا رحيمي، اه 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 رحيمي رحيمي. الكرة تعود مرة اخرى الفنت، هيلة خطيرة، ضربة جزاء، بينالتي سيد الحكم، بينالتي سيد الحكم، اتصل بك من جديد لأشكرك. بينالتي والثالث يا حبيبي، الثالث الثالث الثالث. الرجاء ما خلتنيش نرتاح اليوم، ما خلتنيش نرتاح الرجاء اليوم. مبروك للرجاوية، مبروك والف مبروك، الثلاثية الكبيرة والتاريخية كونتر بي. هايل هايل هايل، لاعب رقم 24 ما نعرفوش ولكن هايل. وعودة الآن إلى الأمور الجدية، الرجاء يسحق نادي فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب. يعني دا وضع خطوة في يعني وضع يعني يد في الكأس على كل حال، اليد على التتويج. إن شاء الله المباراة العودة سوف تكون مربوحة إن شاء الله يا خضرة ويا بيضة. إن شاء الله الرجاء يفوز مرة أخرى ويأكد أداء الخيالي. شوف يعني تشوف لاعبين بحرارة كبيرة، تشوف الجماهير بحرارة كبيرة، تشوف مازال نزيد نشوف الجماهير. يعني أغنية في بلادي ظلموني أنا متأكد انها تكون تغنات، لانه تلقيت الكثير من الرسائل يوم امس في الانستغرام. يعني برافو الرجاء، مبروك الرجاء، مبروك لجماهير الرجاء، وان شاء الله مربوحه، انتصار على انتصار. نتمنوا التوفيق لكل الانديه الجاهده اللي تعمل بجهد وعندها مسيرين يعملون بجهد من اجل مصلحه النادي لا غير. شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، كان معكم من الجزائر اللاعب ولا اللاعب لا 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 زينو ام اتش دي من الجزائر. من اراد ايصال قميص الرجاء فمرحبا، يعني عن طريق البوست تجدون العنوان في الديسكريبشن بوكس. نلتقي في فيديو قادم. Peace out ladies and gentlemen.